ونبدا لقاءنا اعزائي المشاهدين مع ضيفنا النهارده الدكتور محمد عبد الوهاب استاذ الموسيقى الالكترونيه. اهلا بك يا دكتور معانا. اهلا بك يا استاذ دكتور محمد. يمكن احنا النهارده بنتكلم عن فنان متميز جدا له بصماته الواضحه في مجال الالحان وايضا الموسيقى التصويريه، ويمكن هو تميز عن غيره زي ما كلنا عارفين بآلة الجيتار، وبآلة الجيتار اللي كانت متصله بيه او مرتبطه بيه قدر ان هو يوجد مدرسه خاصه بيه. في البدايه طبعا مع كل الساده المشاهدين يهمنا ان احنا نتعرف على العوامل المؤثره في حياة عمر خورشيد اللي كونت منه هذا الفنان المتميز في مجال الألحان والموسيقى التصويرية. هو عمر خورشيد من الجيل اللي طلع هم كعازف آلة موسيقية وتحول إلى مؤلف موسيقي، يعني طبعا أثرت فيه كتير قوي حياته. هو من عيلة موسيقية، يعني والده الأستاذ أحمد خورشيد مدير تصوير، ومن عيلة فنية بشكل عام. وطبعا اشتهر ان هو كان بيلعب الصلاهات الجميله في فرقه ام كلثوم اللي كانت بتصاحب فيها ام كلثوم وعبد الحليم. شهرته ابتدت تنتقل، يعني السينما تتعرف عليه كوجه سينمائي جميل، يعني ليه تاثير وليه حضور. شكله يدي ان هو يبقى جون بريميير، يعني او الوسامه وادائه في الفتره دي كان يعتبر من الفنانين اللي ممكن كان يبقى ليهم تميز على الساحه الفنيه كممثل. بالظبط، يمكن دي الحاجات اللي بتخلي الفنان يتعرف، ان هو مش بس يعني فنان موهوب لكن بيبقى عنده حضور فني جميل جدا وحضور موسيقي. عمل اكتر من تجربه ناجحه وابتدى يتعرف، ويعني يمكن وصل لعدد الافلام والموسيقات التصويريه اللي هو عاملها يمكن اكتر من 50 فيلم. ده يدل على ان هو كان ناجح ايضا في مجال كمؤلف الموسيقى التصويريه. محمد عبد الوهاب، يمكن واحنا بنتكلم عن موسيقى عمر خورشيد بنقول ان الجيتار اتعرف بشكل خاص في فتره ما بعد الستينات في مصر، يعني كان الكل يعرف الجيتار الخشبي التقليدي اللي له موسيقى متميزه، ولكن بعد هذه الفتره وبظهور عمر خورشيد ابتدت تشتهر الموسيقى الالكترونيه في مصر سواء اذا كان مع الاورج او مع الجيتار، واتعرف طبعا الاورج من خلال مجدي الحسيني وهاني مهنا، والجيتار الالكتروني بصوته اللي كان مختلف شويه عن طريق عمر خورشيد. فعايزين نتكلم عن الفرق بين الآلتين، وهل عمر خورشيد وجوده ونشأته مع الفرق الموسيقية الغربية زي ليبتيشا اللي ابتدى معاها ده كان له تأثير ان هو ما يميلش للجيتار الخشبي ويميل للجيتار الالكتروني؟ هو طبعا الجيتار الاسباني اللي هو اكوستيك، احنا بنسميه اكوستيك، عباره عن صندوق رنان ومشدود عليه اوتار، والصوت بيطلع طبيعي عن طريق نبر الوتر ليوصل للاذن مباشره. اوتار وبتبقى تالي من ديل الخيل؟ او الاوتار بتبقى مختلفه، ممكن تبقى معدنيه. لا مش من دي الخيل، ده بيبقى من الامعاء الحيوانات. ديل الخيل ده بيبقى القوس، الالات الوتريه القوس. فهي بتبقى الات معدنيه بتختلف من سبائك معدنيه معينه، بحيث ان نبره الوتر بتعمل صوت وبتوصل للودن مباشره. الالكتريك جيتار بيبقى ما فيش بقى الصندوق الرنان دوت اللي هو الخشبي، بيبقى فيه الاوتار فقط مشدوده على يعني تكاد تقود مجرد شده، وبيحصل تكبير عن طريق امبليفاير للصوت دوت، بيوصل عن طريق سماعات للاذن. فهنا نبره الصوت هي اصلها طبيعي لكن متكبره الكترونيا، ولذلك احنا ما نقدرش نقول ان الالكتريك جيتار هو يعني لا ما نقدرش نقول الموسيقى الالكترونيه حقيقيه يعني، لكن نقدر نقول الكترو اكوستيك، بمعنى نصفها اكوستيك طبيعي والنصف الاخر الكتروني على السنه بتسمع من خلال السماعه. فطبعا دخولها في الفرق الموسيقيه كان لون صوتي جديد طبعا اسرى، وخاصه ان العازف كان بيضيف ويبتكر، بيقعد مع الملحن بحيث ان هو يصيغه شكل لحن جميل. طبعا اسرى في الوقت دوت الالحان الموسيقيه. زي ما قلنا مع حضرتك ان الموسيقار عمر خورشيد قدم العديد من الافلام السينمائيه كان بعضها بيظهر فيها كمؤلف للموسيقى التصويريه وكممثل، والبعض كان بيبقى مؤلف للموسيقى التصويريه فقط، وفي البعض الاخر ايضا كان بيبقى واضع للالحان او للاغاني. قدم العديد من الافلام، بنذكر منها مثلا على سبيل المثال ابنات العزيزه،
بنذكر منها كمان العرافه، جيتار الحب، يعني مجموعه كبيره قوي ممكن نلاقي فيها آلة الجيتار كانت البطل في الموسيقى التصويريه. ولكن هل كان هناك مدرسه خاصه لعمر خورشيد في الموسيقى التصويريه ليه كفنان، ولا آلة الجيتار هي اللي اجبرت ان هو يكون له مدرسه خاصه؟ هو عمر خورشيد نجم، يعني سواء كان طبعا نجم موسيقي عازف معروف لآلة الجيتار، موسيقار يعني مؤلف موسيقي، بالاضافه ان هو زي ما قلنا وجه سينمائي، فنجوميته دي هي اللي يعني ساعدته على ان هو يتواجد بحضوره دوت. ما فيش شك ان هو الفتره ديت مش بس يعني عمر خورشيد، كان المؤلفين الموسيقيين برضو زي هاني مهنا ويعني اخرين كانوا عازفين وابتدوا يكونوا شكل او مدرسه نقدر نقول مختلفه تماما في الموسيقى التصويريه على اللي سابقتها. المرحله السابقه ليها التاليه كانت المرحله الكلاسيكيه. طبعا الموسيقى التصويريه في مصر يمكن مرت نقدر نقول باربع مراحل الى الان. يعني المرحله الاولى كانت الشكل اعداد واخذ بعض يعني مقاطع من الموسيقات العالميه تناسب المشاهد الموسيقيه. بعد كده انتقلنا لمرحله مهمه جدا اللي هي اداء الموسيقى المصريه صميمة واحيانا بتبقى يعني شعبيه، ودي كانت المرحله اللي كان رائدها فؤاد الظاهري وعلي اسماعيل. بعد كده انتقلنا للمرحله الثالثه اللي هي كانت في السبعينات ومع بدايه الفيلم الملون، وكانت الشكل بقى الانسامبل او المجموعه الموسيقيه اللي بتستخدم كانت تبقى ابسط واعتمدت اكتر على الوتريات، ويمكن لقينا ان الات النفخ دورها اقل وابتدت تستطعم بعض الالات الغربيه زي الدرامز، الالات الايقاعيه الغربيه زي الدرامز، وابتدت الالحان تبقى الحان رومانسيه واخده الشكل الرومانسي بشكل يعني نقدر نقول حديث عم سابق.